لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد ذكرت في الحلقة الماضية رواية أخرى في صحيح مسلم لأبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. متصور معايا المشهد ده، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بأصحابه الفجر ويرتقي المنبر النبوي، ويظل النبي قائما على المنبر من صلاة الفجر إلى وقت صلاة الظهر يتحدث ويبين للصحابة ما كان وما هو كائن، ما هو كائن وما سيقع بين يدي الساعة. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يقول عمرو بن أخطب: خطبنا صلى الله عليه وسلم حتى حضرت صلاة الظهر، صلى الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة العصر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. يعني أعلم الصحابة بهذه الأحداث هو أحفظهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا الباب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من العلامات، بل كل العلامات الصغرى والكبرى، وذكر كل الأحداث التي تقع الآن والتي سأضرب لحضراتكم الليلة بعض الأمثلة لها، وسأقدم لحضراتكم الليلة بعض النماذج لها، لنعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولتملأ قلبك بعد ذلك ثقة في الله وثقة في رسول الله ويقينا في الله ويقينا في أن رسول الله لا يتكلم إلا بوحي من الله، ولتعلم يقينا أن الذي أخبر بمراحل الضعف والهوان التي تحياها الأمة الآن هو بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخبر بالمبشرات وبصور النصر والتمكين لأمة سيد النبيين، حتى لا تيأس ولا تقنط، حتى تعلم علم اليقين أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام الصادق قادم إن شاء الله تعالى بموعود الله وبموعود من بلغ عن الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أعدد ستا بين يدي الساعة، توقفنا في الحلقة الماضية عند هذه الرواية، أعدد ستا بين يدي الساعة. طب عد معايا كده، عد معايا. الحديث رواه البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: أعدد ستا بين يدي الساعة. يلا. قال عليه الصلاة والسلام، خلينا أقول الحديث وبعدين أرجع تاني أقف مع كلماته، قال: موتي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت في العرب إلا دخلت، ثم تكون بينكم
وبين بني الأصفر اللي هم الروم، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون، أي يغدر الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية مع كل غاية 12,000. كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في صحيح الإمام البخاري. لا 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 استنى، واحدة واحدة ما تستعجلش.